عندي ألعاب رقمية أصلاً، حتى عايز أتفرج عليها، دايماً بيجي في البلوجة دي. الحاجة التانية المهمة جداً اللي بتكلم بقى على وظيفة الحكومة المصرية، أتمنى تدخل في الاتفاقات ولا في اللجنة الأولمبية. كل دورنا تمويل لمادي والرقابة بعد كده على إزاي الحكومة تتصرف. أما البرامج والخطط والإعداد والمعسكرات والمشاركات في مسؤولية الاتحاد المصري للسباحة واللجنة الأولمبية المصرية بتشرف عليها. حصل على 22 ميدالية من ال 94 ميدالية اللي حصلت عليهم مصر في دوري مصر. انا كنت في مصر الاتحاد المصري احد الاسباب الرئيسيه لفوز مصر في هذه البطوله. عندنا 76 مسابقه مشاركين في اولمبياد الشباب بلجيكا والصين. بعد شهرين من دلوقتي احنا الحكومه المصريه ممثله في وزاره الرياضه ستقدم كل الدعم للاتحاد المصري للسباحه واللجنه الاولمبيه المصريه حتى يستطيع كابتن علي ما يستعد بالاستعداد الجاي. Thank you.